أهلا بحضراتكم مرة تانية. طبعا الحوار ده أو الفقرة دي بتهم كل أولياء الأمور، كل الأسر من أعضاء الجمعية العمومية وأعضاء النادي الأهلي اللي ولادهم بيشاركوا في النشاط الكروي في مرحلة البراعم، أصغر مراحل الناشئين على الإطلاق في النادي الأهلي أو بشكل عام في أي قطاع رياضي سواء داخل أو خارج مصر. معنا النهاردة واحد من نجوم النادي الأهلي سابقا، وهو من المسؤولين طبعا عن هذا القطاع، هو المدير الفني للبراعم مواليد عام 2009 الكابتن حسين شكري. كابتن حسين مساء الخير وأهلا بيك وسعداء بوجودك معنا. مساء النور، أنا أسعد، ربنا يخليك. كل سنة وحضرتك طيب. كل سنة وحضرتك طيب وسعداء منورنا طبعا على شاشة قناة الأهلي. كابتن حسين، نتكلم بشكل عام، العمل مع البراعم ايه مميز، ايه متطلباته، ايه المعايير المطلوبه في المدرب عشان يقدر يقدم خبره حقيقيه او يعمل نقله مع القطاع ده في السن ده؟ بص حضرتك، المعامله مع الاولاد الصغيرين بتبقى مش سهله، يعني صعبه جدا. يعني انت بتوصل مرحله ان انت يعني ممكن اقول لك ايه، بتشوف الكرتون اللي هم بيحبوه بيتفرجوا عليه عشان تبقى عارفه، عشان اسم الولد اللي مثلا اللي في الكرتون ده البطل اسمه ايه، عشان تاخد وتدي معاهم في الكلام. في الاول خالص من قبل الشغل وقبل الكلام ده كله مع الولاد الصغيرين لازم يبقى في علاقه بينك وبين الولد، لازم تعمل علاقه بينك وبين الولد. الولد الصغير في السن دوت بيبقى اصدق واحد في مشاعره، يعني ولا هيقدر ينافقك ان هو بيحبك، او لو حبك حبك، كرهك كرهك، لو خاف منك خاف منك. لو بقيت صديقه بيقتنع بكلامك من البدايه التجربه، لازم تبقى صديقه واب واخ وعيل صغير معاه في سن لسه ما تقدرش تشد عليه، يعني في سن عايز. لا بص هقول لحضرتك حاجه، معلش، لا الشده برضو في وقت من الاوقات، لان برضو انت لو سبت الامور دول ولاد صغيرين ممكن تلاقي الدنيا باظت. بس العلاقه اللي بتعملها بينك وبينه بتخليه بيبقى حريص جدا ان هو مش عايز يزعلك، فهتلاقي حته الشقاوه دي بقى والكلام ده كله يعني هتبقى في حدود مركز بقى بيسمع توجيهات مدربه ومختلف. قبل ما تعلمه فنيات او قبل ما تعلمه اي حاجه لازم تعمل علاقه بينك وبينه الاول. لما بتعمل حضرتك علاقه بينك وبين الولد الاول هتقبل منك كل حاجه بعد كده. براعم هنا بنتكلم 2009، بنتكلم عن سن 10 سنين. 10 سنين، اه 10 سنين، سن يقدر يتلقى تكليفات ويقدر يركز في بالظبط. لا لا وهم ما شاء الله هم شطار. يعني انا ركزت في كلمه 2009 دي فكنت بتكلم في سن اصغر. لا لا لا، يعني 10 سنين ده سن لا يعتمد 10 سنين، 11 سنه و12 سنه بيفهموا كويس وهم اذكياء ما شاء الله. يعني الولاد في السن ده دلوقتي يفهم في السن ده تكليفات الكوره بنسبه قد ايه، بتنقل تكليفات فنيه ورؤيه فنيه للولاد، اللي مركز منهم واللي موهوب منهم بيعرف يستوعبها بالكامل. الاساس قبل اي حاجه زي ما بعد ما زي ما قلت لحضرتك كده، بعد العلاقه اللي بتعملها بينك وبينه، الاساس ان انت بتشتغل على المهاره بتاعت الولد. بتشتغل على ان الولد وهو بيلعب كوره دايما لازم يكون بيفكر. كل الناس بتلعب كوره، وممكن اي اول ولاد صغيرين لو جمعوا بعض في الشارع هيلعبوا كوره يعني. مش بس مين اللي بيلعب كوره ويفكر، انت لازم تديله الاساسيات الاول. زي معلش انا دايما بقول اللي هو الولد الصغير دوت في السن ده انت كانك بتبني عماره بالظبط. كل ما فحت اساس كويس تحت في الارض، كل ما طلعت للعماره الابعد ما تتخيل وانت مطمن. لو ما عملتش الاساس ده مظبوط هتبقى في خلل بعد كده في المراحل اللي بعدها. احنا كلنا بنقول ان احنا الاولاد عندنا بيبقوا شطار جدا وبيوصلوا لمرحله 16 سنه الناس بره بتتفوق علينا، ومحدش قال العلاج ايه ومحدش قال السبب ايه. يعني احنا في المراحل اللي هي الصغيره دي كلها اللي هي ما بقى من قبل ما بين 10 و16 سنه بالظبط كده، احنا متفوقين ومتفوقين بالظبط، بنروح لريال مدريد وبنروح لبرشلونه وبنروح واولادنا في النادي الاهلي بيروحوا، بتبقى ند للند والكلام ده كله. الناس دي بتتفوق علينا بشكل كبير. ليه بعد كده بيحصل جاب بعد سن 16 ده؟ ليه فجوه بيننا وبينهم؟ بص فيها اسباب كتيره. انا بتكلم دلوقتي في الـ في الـ في, الـ في يعني ما حدش جه وقال الحلول ايه. طب نقف هنا ونقول طب هم الناس بتتفوق علينا ليه، واخد بال حضرتك؟ انما عشان ان انا اوصل لمرحله كويسه لحد لولد 16 سنه او 17 سنه ونبدا ان هو نقول بسم الله الرحمن الرحيم ان هو يبدا ان هو يتفوق او يطلع درجه اولى او الكلام ده كله، لازم نرمي الاساس من تحت من الولاد الصغيرين دول. لازم المهاره اساس. احنا معظمنا او يعني مش انا كلامي هيبقى عموم، يعني عشان ما حدش يبقى فاكر ان انا بقصد حد او نادي معين او اتكلم بشكل عام، مش على مستوى حتى براعم النادي الاهلي بس. لا لا لا, لا, لا عام انا ما اقدرش طبعا انتقد احنا الشغل الحمد لله رب العالمين، احنا في النادي يعني عارفين احنا بنشتغل ازاي وبنوصل لايه يعني للولد. واكبر دليل على كده الناس اللي ممكن يعني بسرعه كده الناس اللي بتتكلم تقول النادي الاهلي ما بيطلعش ناشئين والكلام ده كله، انت بس معلش يعني فكر دقيقه واحده وشوف النادي الاهلي ولاده اللي في الفريق الاول السنه دي والسنه اللي فاتت واللي قبلها واللي قبلها مين، واللي خرجوا بره مين، وبعد كده اقول ان النادي الاهلي بيطلع ناشئين وما بيطلعش ناشئين. النادي الاهلي الحمد لله غني باولاده
ومش في النادي الاهلي بس، وفي انديه كتيره كمان يعني بره كمان. طب ايه اول الحاجات اللي بيجي لك لسه لعيب جديد في مرحله البراعم اول مره تشوفه يا كابتن حسين؟ ايه الحاجات اللي بتركز الاختيار ولا الولاد اللي بيبقوا موجودين عندك؟ ايه معايير اختيار؟ لا الولاد اللي عندك اللي عندنا في الاهلي. لا الولاد ما هو في معلش انا اسف بس في ولاد عندك، في فرقه عندك مثلا 2009 دول موجودين وبيتحضروا قبلها مثلا بسنه او بسنتين، بيبقوا موجودين واخدين شغل. في ولاد تانية في نفس السن او في نفس العمر بيجي لك في الاختبارات. هو ده اللي اقصده في الاختبارات اللي بيجي. ايه الحاجات اللي بتحكم اختيارك او عدم قبولك للاعب او لطفل معين؟ واول حاجه لو قبلته شفت ان عنده الاساسيات في مهاره الكوره، ايه الحاجه اللي لازم تبدا تعلمها له اللي هي الف به الكوره اللي عايز ابدا اشتغل انه بيعمل ده صح؟ ايه هو مهاره شغلك كله على بدايه الجزء المهاري ومع شغلك مع الجزء المهاري الشغل الذهني. ان الولد وهو بيلعب كوره دايما بيفكر. وبعدين في الاخر خالص بعد ما بتشتغل معاه وبتدي له مهارات ومهاره مركبه وبتدي حاجات كثيره جدا ويبدا دماغه تشتغل من خلال تدريباتك انت كمان كمدرب، لازم نوعيه التدريب اللي انت بتديها له ديت او من خلال التدريب او النموذج اللي انت بتعمله والكلام ده كله لازم المواقف نفسها التقسيمه او بالظبط. لا من قبل التقسيمه لازم المواقف اللي هو بياخدها في الـ في الـ في التدريبات نفسها في التدريب نفسه لازم يبقى فيه جزء فيه انت بتدي له التمرين مثلا في باص، بس بعد الباص ايه لازم يبقى فيه تحرك عشان اساعد زميلي المهاجم الباص وهيروح فين بعد ما يطلع الكوره. الله ينور عليك. فدي بتشغل شغل ذهنه. وفي الاخر خالص بعد ما بتدي الحاجات دي كلها بتقول له حاجه مهمه جدا، انت صاحب القرار في الملعب. انا قلت لك 1 2 3 او 1 2 3 10 11 و12 والكلام ده كله بتاعتك. واحد ده ممكن ما اللي انا قلته عليه لو انا مثلا قلت لك هنبصي هنا وبعد كده هنتحرك هنا، طب وانا ببصي هنا زميلي اللي هنا اللي انا هبصيله دوت ممسوك او الكره تتقطع او 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 تعطل، ابداعك انت بقى بتاع الولد ازاي انت تلاقي حلول بقى، لازم الولد نفسه يفكر هو انا كابتن قال هلعب هنا بس الكره هنا هتتقطع لازم هو. عشان كده بقول لحضرتك ايه وهو بيلعب كوره لازم يفكر، ان ما فكرش هتبقى الامور صعبه عليه، واخد بال حضرتك؟ وخاصه ان انت بعد كده طبعا كل سن وليه مرحله وكل شغل يعني بتزيد فيه العمليه اللي هي الذهنيه او التدريب او بتخش بقى في عناصر بدني وحاجات كده لما الولد بيكبر. انت بتحضر الكلام ده كله ليه وبتخلي الولد يفكر ليه؟ لان الولد لما بيوصل عندنا مثلا 13 14 سنه بيبدا يلعب الملعب 11 ملعب كبير. الملعب الكبير بتبقى ليه تكليفات وحاجات تكتيكيه، المفروض ان انت لو الكره هنا انت بتقفل هنا الكلام ده كله، فانت وانت بتلعب كوره لازم تبقى انت برضو بتفكر. فانت انا عديتك من تحت مهاريا وذهنيا وفنيا والكلام ده كله من تحت عشان لما تطلع يبقى في تكليفات بقى خططيه في الملعب، انت في الباقي جاهز، انت عندك المهاره وعندك سهله بالنسبه لك والاستلام والتمرير والتسديد والدفاع والتحرك والوانتو والتحرك من غير كوره بعد كده والكلام ده كله المدرب بقى مطلوب منها اتحرك فين في الملعب. لازم الحاجات دي كلها في المرحله بتاعه البراعم دي تكون عدت عليه كلها وانت خدتها اديتها له. وطبعا بيعمل ده كويس اللعيب بيعمل الكلام ده خلاص كويس يوصل لدرجه كويس بإيجادة. وبعدين انت لما تيجي تشتغل معاه بتشتغل معاه مثلا لما تيجي تقول له مثلا نعمل مهاره بتبقى الامور صعبه شويه لو انت اديته. طبعا اللي انت بتديه له لازم يكون مناسب سنه يعني ما تديلوش حاجه فوق طاقته هو او فوق استيعابه هو. لازم تبقى الحاجه انت عارف انت مدرب بتحضر شغلك عشان تبقى انت عارف الحاجه دي بتناسب السن كذا. اللي بيناسب 10 سنين غير اللي بيناسب 11 سنه غير اللي بيناسب 13 سنه في كل حاجه، حتى لو خطه مباراه في خطه تناسب المرحله الجزء دي الجزء الاصغر ما يستوعبهاش. الجزء الخططي في الاولاد الصغيره نادرا جدا بيبقى قليل جدا يعني ما بتعداش النسبه 30% ان انت لو هم هيلعبوا مثلا المسابقه بتاعه البراعم والكلام كله التنظيم اللي هو الوقفه بتاعه الاولاد والكلام ده كله، الملعب بيبقى خماسي او سداسي صغير، فبتبقى حاجات اللي هي التكتيكيه ديت او الحاجات اللي هي دي بتبقى بنسب قليله ما بتبقاش بنسب كبيره، بتعلى تدريجيا مع زي ما كنت بقول لحضرتك كل ما الاولاد يكبروا يلعبوا بقى في الملعب. بس انا هيئتك هنا بشكل مناسب للحاجه اللي تناسبك عشان لما تيجي توصل لمرحله ان انت بتلعب 11 والكلام ده كله بتبقى الامور بالنسبه لك سهله. ما يجيش مدرب مثلا وانت طالع لي من تحت من البراعم بص الكره لما تتلعب هنا احنا هنتحرك هنا عكس فلان عكس فلان، هتلاقي واحد واقف معلش سوري يعني راح فاتح بقه واقف يعني في ايه في ايه دي يعني انت ما خدتهاش قبل كده ما عدتش عليك قبل كده دي حاجه جديده انا ما سمعتش الكلام ده قبل كده. لا يعني الحاجات طبعا يعني معلش لما تيجي تتكلم تقصد عكس بعض يعني هنا بنتكلم في تكليفات عكس بعضها ولا تكليف غلط عمر كان مدرب في مرحله اصغر قاله للعيب؟ لا انا ايه اللي يخلي اللعيب هنا عنده ذهول؟ هقول لحضرتك الذهول الله ينور عليك الذهول دوت هيحصل للولد لما هيكبر فوق وياخد شغل تكتيكي اعلى
ان انت ما حضرتوش تحت بالشكل المناسب ان هو لو ما اشتغلتش في المرحله الاصغر صح مع انه يتعلم يبقى ذهنه دايما شغال. انا لما قلت لحضرتك لما كلمت حضرتك دلوقتي من شويه قلت لك ايه وانت بتدي له الجزء المهاري والشغل بتاع الولاد اللي هم صغيرين والكلام ده كله اوعى تغفل ان انت الولد ذهنه لازم يشتغل لازم انت ممكن تدي له بص عن حاجه صح بيقولها له مدرب في مرحله مثلا 12 سنه هو عنده 10 سنين ما حدش علمها له فهو رايح مش فاهم ان ذهنك يبقى شغال ان انت بتلعب كوره وبعد ما بتلعب كوره يعني كل الناس مثلا اقول لحضرتك حاجه انا بنلعب باص مثلا انا بلعب لك باص كل الناس ممكن تلعب باص عادي انا بركز ممكن يبقى مدرب الوحده التدريبيه بتاعتك انت محتاج الباص يبقى بنسبه كبيره كويس او مظبوط واحد بيبقى تاني عايز الاستلام يبقى مظبوط الغرض من المدرب لما بيجي بيعمل الوحده التدريبيه بتاعته بتبقى انت كل مدرب بيختلف طبعا انا ممكن عايز دقه الباص الباص يبقى فرقتي بتباصي كويس في واحد تاني بياخد منها الباص والاستلام لان انا بباصي الواحد فلما هتجي لك الكوره لازم تستلم كويس عشان تعرف تباصي مره ببدا اطور بعد كده بعد الباص الحركه ان انا بتحرك عشان اساعد زميلي ده اللي جات له الكوره ان انا هساعده في مكان تاني واخد بال حضرتك فالحاجات اللي هي ديت انت بتطلع مع الولد تدريجي ومن خلال بقى اللي انا بقول لحضرتك عليه دوت النماذج اللي انت بتعملها لازم يبقى فيها ابداع لازم يبقى فيها فكر لازم يبقى الولد وهو بيلعب كوره هو بيلعب كوره وبعد ما بيلعب كوره هو عارف هيعمل ايه تاني بعد كده ان كان هيغطي ان كان هيتحرك في مكان تاني بعوده انه ما اشوفش المنظر اللي هو لعيب يلعبش كوره ويقف يسلم الكوره ويقف انت بتلاقي حاجات عايز لعيب يلعب كوره ويقف مكانه طب الراجل اللي راحت له الكوره ده بعد كده هيعمل ايه دي مشكله دي لسه موجوده عند لعيب الدوري ممتاز ما انا بقول لحضرتك لعيب لحد دلوقتي في الدوري ممتاز بيسلم الكوره ويقف مكانه بالظبط في الماتش كده تلاقي لعيب ما بيتحركش يعني عشان كده بقى هنرجع للي انا كنت بقول لحضرتك عليه دوت اللي هو لما هيجي يكبر بعد كده ويبدا ياخد بقى تكليفات تكتيكيه ان انت لما بتلعب الكوره طيب انا بعد ما لعبت الكوره هتحرك هنا ولا هتحرك هنا على حسب المدرب ما هيقول لي لو انا ما خدتش الكلام ده كله وذهني شغال من وانا صغير وطالع بيه تدريجي هتبقى الامور صعبه عليا فوق. طيب بتتعاملوا ازاي بشكل عام في المرحله دي بيبقى الاسر يعني في حساسيه شديده ان كل الناس دايما بتتمنى اولادهم يبقوا في احسن حاجه واحسن لاعب في الفريق وانه دايما مقتنع ان مش ابني كويس ده انا ابني احسن واحد. فهل بتحصل حوارات من النوع ده وازاي تقدموا المسج او الرساله السليمه لاولياء الامور انكم عايزين توصلوا لاحسن نتيجه وعايزين تعدوا الولد لو هو مؤهل بافضل شكل. تالي ده امر موجود في انديه مصر كلها. ازاي فلسفه النادي وفلسفه الاجهزه الفنيه في التعامل مع محاولات التدخل دايما والفضول الكتير الموجود عند اولياء الامور؟ بصوا اولياء الامور طبعا كل واحد عايز ابنه افضل واحد في الدنيا. لما بتبقى انت راجل او نادي كنادي سياسه نادي او انت راجل مدرب شغال زي ما نقول عايز اوصلها لحضرتك يعني ايه مش بتظلم حد او ما بتجيبش حد على حساب حد والكلام ده كله بيبقى فيه اقناع بنسبه كبيره لولي الامر. ده مش معناه ان ولي الامر مش هيتكلم ولي الامر هيتكلم لازم تبقى انت كمان عندك صبر في او الرساله اللي انت هتوصلها لولي الامر لو كان هيتكلم معاك لازم عندك صبر في الاساس تسمع شكواه يعني ما هو طبعا يعني لازم هو لازم هتسمع شكواه هي مش بتبقى شكوى هي هو بيبقى زي استفسار انا طب ابني عنده سؤال ليه ما بيلعبش هنا ليه فضلته فلازم يبقى انت عندك الاقناع او المصداقيه ودي اهم حاجه ان انت يبقى عندك المصداقيه ان انت بتقول له ابنك حدوده هنا اوعى تيجي في يوم من الايام وانت شغال مع ولد تقول له مثلا عشان تجامل اللي قدامك او عشان تخلص مثلا ممكن تبقى خارج من التمرين متنرفز تعبان لازم غصب عنك تقف وتسمعه وتقنعه بالكلام بمعنى ان انا هقف ابن حضرتك والله كويس كويس طيب بس هو ناقص له 1 2 3 ودي هتيجي مع الشغل مفيش حاجه اتبنت بين يوم وليله ودايما انا بحب اربط الشغل بتاع الولاد الصغيرين ده والكوره بالحته بتاعه الدراسه لانهم بيبقوا قريبين شويه من بعض يعني انا باجي بقول له مثلا ابن حضرتك لما راح مثلا كي جي 1 كان بيعرف يمسك القلم ما بيعرفش يمسك القلم كانت لسه الامور صعبه بالنسبه له لو كل واحد مسك القلم وهو في كي جي 1 والمدرس قال له يا ابني انت مش عارف تمسك القلم انت مش هتتعلم محدش هيتعلم انا ما بيمسك القلم بتعلمه بيمسك القلم ازاي وبعد كده بيكتب الحرف ازاي لحد ما بتوصل ان في ناس بتبقى بتتكلم وبيكتب وهو بيكلمك واخد بال حضرتك ازاي فهي العمليه برضو التدريبيه قريبه من الشكل ده مع الاستمراريه ومع الشغل المظبوط طبعا العناصر اللي هي انت عارف الولد بياخد ايه في المرحله ديت ايه وتدريجيا ايه والمهارات بتاعته ايه الاخلاقيات والتعامل بين الولاد وبين بعضهم وبين الناس بره ومع اهاليهم والكلام ده كله لازم بتعلم انت ما بتعلمش كوره بس كمان يعني اوعى تفكر ان انت بتعلم كوره انت بتعلم اخلاقيات كمان
ومبادئ مثلا ان احنا كنا في النادي الاهلي كويسه, احترامه المدرب واحترامه يعني فكره بالزبط. المبادئ اللي موجوده في النادي الاهلي دي بالزبط. في كل القطاعات دي في صغار السن كمان لها اهميه خاصه. دي الاهم, دي ممكن تبقى كمان قبل الكوره. يعني انت ممكن يبقى عندك لعيب كويس بس اخلاقيا الامور بتعلمه يا كابتن حسين ولا لا يحترم الحكم طبعًا. ما يتكلمش بشكل طبعًا. مش مناسب لا يليق بصوره النادي الاهلي طبعًا. في الملعب يعني ما يقولش اي الفاظ وقت طبعًا. لو في اي توتر في اي او اي مشكله حتى لو تحت ضغوط ماتشات انت عارف النادي الاهلي يعني فكره بيمثل النادي الاهلي صوره مصغره من النادي الاهلي فازاي يبقى على مستوى الشكل ده والصوره بتربيها فيه من هنا زي ما انت بتربيه ان هو بيبقى متعود ان هو دايما النادي الاهلي رقم واحد في كل حاجه نفس القصه انت بتعلمه ان نفس النادي الاهلي رقم واحد في الاخلاقيات. ايه المشاكل اللي محتاجه يتم حلها مش في النادي الاهلي لا على مستوى القطاع ده في مصر على مستوى مسابقات المرحله دي على مستوى مشاكل الولاد في المرحله العمريه دي, ايه الحاجات اللي هي العقبات الرئيسيه اللي بتواجهكم في الشغل في المرحله دي؟ كتير جدا. تسنين, تزوير, اولياء الامور في جزء كبير من اولياء الامور في جزء من اولياء الامور اللي هو معلش ما بيبقاش برضو مستوعب انت هتوصل ابنه لفين. بيبقى يعني مستعجل او مستعجل شويه بيبقى مستعجل شويه فدي بتبقى برضو بتسبب لك مشكله لان ممكن ابنك يبقى كويس جدا وانت مستعجل عليه وانت مش بتقول بدبلوماسيه مستعجل بس ولا احيانا مش مقتنع مثلا ان هنا كابتن حسين شكري قال له ليه فلان بيلعب وابنك مثلا البديل بتاعه مش العكس فشرحت له هو بيبقى متقبل ده ولا مش مقتنع بنسبه قد ايه او بتبقى عندك والله مشكله انا شايف انا عن نفسي انا عن نفسي وانا بتكلم المفروض ان انا ان بيبقى في مصداقيه بيني وبينك. انا هقول لحضرتك يعني مثلا انا حصل مثلا معايا موقف مع حد يعني وابنه ما شاء الله عليه كويس جدا يعني كنت لسه ماسك الفرقه جديد وما كنتش اعرف الولاد لسه زي الناس فهو كان مستعجل شويه يعني فقلت له انا هقول لحضرتك حاجه سيب ابنك معايا بالظبط شهرين او ثلاث شهور بعد شهرين او ثلاث شهور نتكلم بعد ثلاث شهور ونشوف هو فين بقى انا لو يعني ينفع ان انا اخليه يجي يتكلم هنا فالحمد لله رب العالمين يعني قلت له بس المساحه دي اجهز بس الولد ما تناقشنيش انا عارف الولاد انت بياخدوا ايه في السن ده وشغلهم ايه وشغل التدريجي بتاعه ايه وهيوصل لفين كانت ايه النتيجه بقى بعد ثلاث شهور كانت النتيجه الحمد لله رب العالمين ان هو دلوقتي يعني عمال هو شايف يا رب الدعاء اللي هو بيدعوا لي يكون هو شايف الولد يعني. وصل لمستوى هو سعيد بيه جدا مش هو بس مجموعه معلش انت انت بتشتغل فردي وبتشتغل بتشتغل جماعي مع الولاد في كل العناصر بقى فالحمد لله رب العالمين انت لما بتلاقي ابنك مثلا هنا في المرحله دي وبعد شهرين ثلاثه بيتنقل هنا كفردي وكجماعي مع الفرقه كمان كان الانسجام مع الولاد وهم بيلعبوا كوره مع بعض وبيتحركوا والكلام ده كله واخد بال حضرتك بغض النظر عن النتائج بغض النظر عن النتائج انا ما بتكلمش كده كمان ان النتائج وحشه لا انا بتكلم كده لان ده اساس الشغل هم حتى في منطقه القاهره عملوا البراعم دي ما فيش نتائج وما فيش الكلام ده كله عشان الحته دي انا الاهم بالنسبه لي انا ببني ولد ان هو يكمل في النادي الاهلي يكمل يلعب كوره يكمل يبقى خارج من عندي ومع السنين اللي بعدها ان هو بيوصل لمرحله ان اقدر اقول لما يوصل 16 17 سنه اقدر اقول ده ولد يقدر يكمل يلعب كوره يروح الفيرست تيم في بالظبط كده دي مهمتي انا دي شغلي في الحته دي في الوقت ده ان انا اوصلك هنا ان انت يعني الكمال لله وحده ان انت تبقى كامل مكمل وانت عندك 16 17 سنه ان انت تقدر تستوعب كل حاجه ان انت تقدر تلعب منتخبات ناشئين ان انت تبقى بدنيا ذهنيا هل نفسكم توصلوا الرساله دي للكثير من اولياء الامور ومن الاسر انكم احيانا بيبقى المدرب او الجهاز الفني محتاج مساحه شويه حتى في اول تعامله مع الولد يعني ما تسالوناش كل يوم في تفاصيل او ما تستهلكوناش في التفاصيل كل يوم بقدر ما استنوا شويه وشوفوا مردود شغلنا بالظبط هي اصل معلش انا بحب برضو ايه من ضمن الامثال اللي بقول يعني قصص القصص اللي هي بتبقى مع اولياء الامور ساعات بيجي واحد يجي زي ما حضرتك بتسال كده وبتقول فبقول له حضرتك هو ممكن ابنك الصبح يروح الجامعه فهو بيستغرب بقول له يعني هو ممكن الصبح انت تاخد ابنك بدل ما يروح توديه المدرسه بتاعته توديه على الجامعه يقعد في المدرج ويبدا يستوعب ويفهم والكلام ده كله يقول لي لا بقول له لا ليه عشان لازم في مراحل تعليميه هيمر بيها عشان يبقى جاهز يوصل للجامعه كذلك احنا هنا في شغلنا ده انت بتوصل مع الولد انا عندي 10 سنين عندي 11 سنه عندي 12 سنه عشان يوصل للفريق الاول واخد بال حضرتك ازاي فما ينفعش ان انا اخده من دلوقتي اقول له روح العب فريق اول زي ما حضرتك ما تقدرش تاخد ابنك دلوقتي توديه الصبح الجامعه يعني بشوف ان الاسلوب ده ممكن يبقى مقنع بنسبه كبيره ان هو لازم يعدي على مراحل كتيره جدا ويشتغل زي كل حاجه في حياته بيكسب فيها خبره بالظبط اصل ربنا سبحانه وتعالى حتى كمان ما خلقش الدنيا في يوم وليله
ما هو كان قادر سبحانه وتعالى ان هو كن فيكون، تبقى الدنيا دي كلها، انما هو عمل يعني خلق الدنيا في ست ايام ليه؟ عشان 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 بيدينا احنا رساله كل حاجه فيها تضرب، كل حاجه بتمشي بالظبط كده، بالزبط كده. طيب. وفي الاخر خلي بال حضرتك معلش ان 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 ولي الامر اللي بيصبر وبيشوف المردود بعد شهرين ثلاثة ان ابنه اتحرك من مكان لمكان الافضل وتطور بشكل كبير، بتبقى الامور بعد كده بالنسبه لك هي بس بتبقى بدايات، يعني الحاجات دي مع اولياء الامور بتبقى في البدايات بس، انما بعد كده بتبقى الامور ان شاء الله. ايه الفارق فنيا بين مجموعه البراعم الموجودين في الفريق مواليد 2009 وبين المجموعه اللي بتتقدم لكم في الاختبارات؟ وهل احيانا واحد من المتقدمين في الاختبارات ممكن تلاقوه فعلا موهبه حقيقيه وبيفرض نفسه بسرعه على الفريق؟ ممكن بشكل كبير. بس الفارق ان انت معلش انت في النادي الاهلي انت الولد اللي هو بيبقى واخد شغل سنتين ثلاثه شغل وتدريبات وبيبقى بقى عنده حصيله خبرات بالزبط. عامله بالزبط. فرق شويه عن اللي لسه بيبتدي. شطارتك انت كمدرب ان انت الولد اللي انت اللي هو لسه جاي، احنا بنقول عليه مثلا جاي من الشارع يعني لسه داخل النادي اول مره بالنسبه لكم بس موهوب، شطارتك انت بقى ان انت تعرف ان الولد ده ان هو لما هياخد الشغل اللي خده ده انه هيوصل يبقى قريب من ده او يتفوق على ده. ازاي بقى تخلي موهبه زي دي انت عايزها في الفريق تحصل الباقيين بسرعه؟ بيديله كم من الولد بيبان الولد اللي هو جاي دوت. ما هو انا بقول لحضرتك هي مش اي حد برضو معلش في الشغلانه ديت، الشطاره بتاعتك ان انت عينك لازم تبقى كويسه. يعني المدرب انا بشوف ان قبل اي حاجه في الدنيا عين بتشوف ودماغ بتترجم اللي بتشوفه ده. انا بشوف او الولد ده في عنده حاجات ممكن بعد ما ياخد شغل معاك او ان هو يخش وسط مجموعه كويسه ويبدا ياخد تمارين معينه وبشكل معين والكلام ده كله هيتطور بشكل كبير يقدر ان هو يخدم الفرقه او يخدم النادي. فانت بتفكر له ان ده هيبقى دي معلش برضو زي يعني في الشغل بتاعنا في التدريب مش يعني دي الحرفيه بقى بتاعت المدرب بتاعت الحرفيه والشطاره بتاعت المدرب. ازاي اعرف اختار لو عندي خمسه بيلعبوا في نفس المركز اعرف اميز افضل واحد فيهم لو اديته الشغل اللي مع باقي الولاد ده هيبقى اقوى واحد في المكان. في حاجه تاني ان الولاد برضو معلش بتبقى العمليه بالنسبه لهم نسبه وتناسب في يعني انت ممكن يجي ولد فتره معينه بيبقى ماشي معاك كويس جدا وممكن بعد شويه تلاقي المستوى قل سنه. لازم انت تبقى انت عينك على الولاد كلهم اللي انت شايفهم دول في سبب في حاجه ممكن يبقى عنده مشاكل، ممكن يبقى في الدراسه، ممكن يبقى في قله اي مشكله حاجه اجتماعيه في اي حاجه. فلازم عينك تبقى كويسه جدا تبقى انت عارف امكانيات الولاد اللي عندك دول ايه عشان اول ما يحصل دروب معين في حاجه معينه ان انت تروح للولد بسرعه. لا تعالى حبيبي في ايه. طيب عشان كده معلش انا اتفضل يا كابتن. عشان كده بقول لحضرتك قبل ما اول ما اتكلمنا قلنا لازم العلاقه تبقى فيها صداقه، علاقه وديه. لو هو بقى عنده مشكله اتخانق في المدرسه او 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 ما قالش لبابا او مامته هيقول لك انت. لازم العلاقه دي تبقى موجوده. حته العلاقه بينك وبين الولد ديت لازم تبقى موجوده. طب عايزك تطمن من خلال الحوار ده المشاهدين وجمهورنا الاسر وكمان اولياء الامور في النادي الاهلي انه في اهتمام حقيقي باولادهم حتى في الاختبارات، لانه في ناس دايما الصوره النمطيه اللي بتتعرف عند ناس او بيقولوا عن الانديه الكبيره في مقدمتها النادي الاهلي ده عالم وزحمه وكم واحد هيتقدم وبيشوف الولد يا دوبك 30 ثانيه ولا دقيقه ارفع كوره ويباصي مره ويشوط كوره تسديده واحده. يعني الناس شايفه في كتير يقول لك لا مش هحاول لانه الاعداد كتير واللي متقدمين للاهلي كتير واسمه دايما بيجذب عدد كبير من اللي طالبين ولادهم ينضموا. عايزك تطمنهم لا الاختبارات فعلا فيه اهتمام بيها والاختبارات حقيقيه وانه لو ابنه موهوب فعلا هيلاقي طريقه للاجهزه الفنيه وللفرق في النادي ان شاء الله. طيب اولا بس عشان نطمن الناس كلها ونعرف الناس كلها النادي الاهلي من اكتر الانديه اللي حريصه جدا انها في الوقت بتاع الاختبارات مفيش مدرب واحد بس بيشوف اللي عايز يجي ويشوف. النادي الاهلي بنعمل 7 ملاعب كل ملعب القطاع كله موجودين المدربين كلهم موجودين كل زي ما بنقول لجن مكونين لجان كل ملعب من كل ملعب فيه حوالي 4 أو 5 مدربين مع اداري. يعني لو قسمنا مثلا 7 ملاعب هتلاقي في كل ملعب فيه 7 مدربين أو 5 مدربين واداري موجود. واخد بالك يعني ما بيبقاش هو لو هو هيبص من بره للمدرب اللي واقف مثلا مع الولاد لا الـ4 اللي بره الـ5 اللي بره دول كمان مشاركين بيشوفوا. يعني انت مش عين واحده اللي بتشوف ابنك دول 4 5 مدربين بيشوفوا ولادك. دي جزئيه. الجزئيه الثانيه هو لو فهم ان انا ساعه اختياري للولد اللي هو موجود دوت او ان انت بتقول ان انا مثلا ما بصيتش عليه او الكلام ده كله لا انت ممكن يبقى ابنك انت شايفه كويس وفي وسط الولاد اللي انما المستوى اللي هو بيلعب معاه ممكن يبقى الولاد اللي قدامه قليلين شويه. لا انا ببص
على انت مستواك انت باللي عندي انا ايه. يعني انا كنت بكلم حضرتك دلوقتي لو هنقول مثلا مثال ل 2009 انا عندي اولاد 2009 انا المدرب بتاعهم انا عارف امكانياتهم ايه. انت ممكن تبقى كويس في وسط المجموعه اللي عندك دي بس اقل من لما عندي هتيجي عندنا انا عايز اقارنك باللي عندي. واكم حصل من من من, من الموضوع دوت ان اولاد كويسين وواحد يقول مثلا كذا وكذا. حاضر حضرتك تعال لنا مثلا يوم كذا يخش ابنه في وسط الولاد اللي موجودين يتفاجئ بقى بفرق المستوى. يعني هو بيمشي يعني مش عايز اقول بيمشي راضي او بيمشي او مقتنع او الكلام ده كله بس بيعرف طبعا ان هو ابنه كان في حته ان التقييم اللي تم يوم الاختبارات هو قيم وانت ما بتسيبوش برده كده لسه ما خدوش خبرات حقيقيه. ما انا بقول لحضرتك وانت ما بتسيبوش كده انت بتقول له مثلا روح الاكاديميه الاكاديميه الناس بتشتغل برده بشكل كويس بشكل علمي كويس ومدربين كويسين بتقول له روح الاكاديميه اقعد مثلا سنه. لان انا مش عايز اقول مثلا 80% او 90% من اللعيبه اللي موجوده في القطاع في البرامج اللي عندنا من الاكاديميه يعني ممكن ولد يروح الاكاديميه يجهز سنه ويجي لكم يلاقي سنه اثنين ثلاثه مش مشكله. ما هو انت على حسب تطور الولد في ولد الاستيعاب بتاعه سريع في ولد الاستيعاب بتاعه برضو الدنيا مش سريعه قوي بس انت بتاخد سنه او سنتين او ثلاثه على حسب استيعاب ابنك للشغل ايه وبتيجي واخد بال حضرتك ازاي. فاحنا عندنا مثلا بقول لحضرتك 80 90% من الاولاد بيجوا من الـ من الـ من الاكاديميه بياخدوا الشغل. الاكاديميه دي احنا بقى لما هنقولها هي كي جي 1 انت بتودي ابنك كي جي 1 وكي جي 2 عشان يخش المرحله التعليميه يبقى عارف. الاكاديميه دي بقى هي انت بتخش الاكاديميه علشان بعد شويه يروح الفريق بتاع مرحلته بالظبط كده. يعني انا كنت انا اشتغلت 3 4 سنين في الاكاديميه قبل ما اشتغل في القطاع في المراعي اشتغلت مع اولاد من ضمنهم كانت تقريبا الاولاد بتوع اللي هم 2008 دلوقتي اللي موجودين في النادي بقالهم تقريبا انا في حوالي مضوا مع بعض من الاكاديميه. انا دخلوا الفرق دخلوا الفرقه وهم اعمده اساسيه دلوقتي في الفريق بتاع 2008 في مختلف في نفس الفريق 2008 اول ما جيت اشتغلت انا اشتغلت مع يعني كان اول ما جيت اشتغلت في الاكاديميه من حوالي 3 4 سنين كان الولاد دول لسه صغيرين كانوا حوالي مثلا 9 سنين او 8 سنين حاجه كده. لما اشتغلت معاهم دلوقتي هم الاعمده الاساسيه بتاعه الفريق هم 11 2008 سنه دلوقتي هم تقريبا يعني من 3 4 سنين اللي انا كنت شغال معاهم الشغل اللي هم خدوه دلوقتي هم العناصر الاساسيه بتاعه. انا ماضي للناس ماضي لا يعني خلوا عندكم حافز وشغل الاكاديميه ماضي 12 ولد يعني انا فاكر عشان الناس تبقى 12 ولد من 2008 موجودين اللي هو اتعاملوا باهتمام مع الاكاديميه. عايز تقول للناس كده لانها احيانا بتوصل ما هو في ولي امر بيبقى لك مكان كويس قوي في الفريق في ولي امر بيبقى فاهم وعارف وصابر وعارف ان صبره ده هيوصله لفين واخد بال حضرتك. وفي ولي امر بيبقى مستعجل دي اللي مستعجل ده هتبقى مشكله بالنسبه له اللي هو اللي احنا بنقول له ايه بقى خد ابنك الصبح وديه الجامعه بدل لانه كده انت ما يعني مش هتلاقي اللي انت عايزه دلوقتي الامور صعبه بتاعت الولد هو هيصعب كمان الامور وهيحط الولد تحت ضغط كبير قوي واخد بال حضرتك ملوش لازمه لا كل حاجه ان يعني انا 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 اخد ابني ووديه المكان ده مع راجل امين او في مكان امين ومفيش امن ما اظنش يعني امن من النادي الاهلي ومدربين النادي الاهلي او اكاديميه في النادي الاهلي ان الناس تشتغل مع الاولاد واصبر عليه وبعد شويه هتلاقيه موجود. في حلقه ربط بتحصل ولا يا كابتن حسين في النادي الاهلي بين كل اللي بيشتغلوا في ادارات قطاع الكوره بشكل عام من بقى يعني من قطاع الناشئين كابتن فتحي مبروك وصولا الى البراعم وصولا الى قطاع الكوره بشكل عام والقائمين على تطوير الكوره يعني حتى اللجنه اللي تم تكوينها بقياده كابتن طه اسماعيل. ازاي يتم الربط بين كل الكوادر دي انا هكلم حضرتك على يعني اللجنه دي لسه معلش انا ما اتعاملتش مع او ما اعرفش طبعا لا ما فيش تعامل مباشر اجتمعت مع الكابتن انا بتكلم السنه اللي فاتت كابتن فتحي مبروك كان في تنسيق بينه وبين كابتن خالد بيبو ان تقريبا في اخر اسبوعين او 3 اسابيع في الاكاديميه الاكاديميه بيعملوا اولاد بياخدوا بيصنفوا برضو الاولاد اللي هم اللي موجودين عندهم في حاجه اسمها منتخبات وبيلعبوا دوري اكاديميات عشان المستوى برضو يزيد. الاولاد اللي هم بيبقوا مميزين اللي هم في المنتخبات اللي في الاكاديميه دول بنيجي اخر اسبوعين ثلاثه بنقارنهم بالناس اللي موجوده عندنا في القطاع لان في ناس عندهم بيبقى كويسين او مستواهم مع الشغل بيتطور وبيبقى بشكل كبير كويس فبناخد المجموعه ديت كابتن خالد بيبو بيجيب المجموعه ديت بنعمل زي تقسيمات او مباريات
بين اللي هي الناس اللي هي مثلا في القطاع وبين اللي هي المنتخبات بتاعه الاكاديميه ديت، وبنشوف الدنيا فيها ايه. والله اللي مستواه قل هنا في عندي هنا في القطاع في الناشئين او لسه الدنيا او الكلام ده كله، لو في هنا حد افضل منه بناخده. وحصل يعني السنه دي في شغله ده قاله لنا كابتن خالد بيبو في حوار حصل. فعلا السنه اللي فاتت او من كام شهر قال لنا يا جماعه في تنسيق كبير جدا بين قطاع الناشئين. لما جينا الاهلي انا عن نفسي انا في الولاد اللي عند كابتن خالد بيبو في 2009 في ولدين ثلاثه لفتوا نظري واتكلمت فيهم مع كابتن خالد. ان يعني انا عارف في ولدين ثلاثه يعني اكاديميات وقطاع الناشئين بما يشمل كمان ممكن مرحله البرع اللي انا طول الوقت خط اتصال بالظبط اللي انا كنت بقوله على حضرتك من هنا من شويه. اللي هو ولد بيشتغل بيستجيب بيتطور. لا تعالى هنا. وممكن يعني تطلب ده من الاكاديميه لو في حد مميز دلوقتي عايزين نشوفه ممكن هم اللي يعرضوا عليك. طبعا ممكن كابتن بيبو يقول لك كابتن حسين انا عايزك تشوف فلان. معلش معلش عشان احنا برضو في النادي الاهلي في التسلسل. انا كلامي ما بيبقاش مع كابتن خالد بيبو. كلام كابتن خالد بيبو هو المسؤول عن الاكاديميات كلها مع كابتن فتحي مبروك. كابتن فتحي يعني مبروك كرئيس لقطاع الناشئين. بالظبط كابتن فتحي مبروك في احنا المشرف علينا في في البراعم كابتن تامر حفني بيكلم مثلا كابتن تامر حفني بيعمل التنسيق دوت بيجي يكلم كابتن يعني تامر يعني الهيكليه ماشيه بشكل احترافي وسليم. لكن بنتكلم عن التواصل بين القطاعات بشكل عام. بالزبط. يعني ممكن ده يتم من خلال اتصال بينك وبين كابتن فتحي مبروك عشان محتاجين حد من الاكاديميه دلوقتي. انا لو حبيت ان اشوف حد او الكلام ده كله ما اقدرش اتخطى كابتن فتحي. لازم ترجع. لا ما اقدرش اتخطى كابتن تامر حفني. اتكلم مع الكابتن تامر الاول اقول له كابتن تامر والله في احنا شفنا في الاكاديميه في واحد اثنين ثلاثه كويسين. هو هو ينقل ده لكابتن فتحي مبروك. كابتن فتحي كابتن خالد التنسيق دوت اللي بين المجموعه الشغل كلها مع بعضها لازم يكون موجود. انا ما اقدرش ان انا اقول لكابتن خالد بيبقى اقول له اديني حد الاكاديميه بقى كابتن خالد هو اللي تطوع بالقيام بالدور ده وقرر يكلم كابتن فتحي نفس مبروك التسلسل وكابتن تامر وكابتن حسين نفس التسلسل عايز اعرض عليك ودول للمرحله دي نفس التسلسل كده بالظبط. وهيحصل وهيجي الولد وهنشوفه مره واثنين وثلاثه. يعني بنطمن الناس ان الاكاديميات لها دور مهم وانها في فرص حقيقيه لحضرتك. في حد في الدنيا او في مدرب في الدنيا هيبقى شايف ولد كويس ومش هياخده؟ لا طبعا صعب صعب جدا. يعني لازم ولي الامر او المسؤول او ايا كان انا يبقى عندك ثقه في ربنا سبحانه وتعالى وفي البني ادم اللي موجود دوت ان مفيش مدرب هياخد واحد اقل من واحد على حساب نفسه اولا. يعني حتى لو معلش افتراضا يعني انا اسف ان انا حتى انا على يعني على حساب النادي الاهلي هاخد ولد على هيخلي انا شكلي كمدرب لا هيخلي انا شكلي وحش. يعني انا اخد واحد قليل وامشي واحد كويس. طب ما هو لما هنيجي نلعب وهنيجي الكلام ده كله طب ما هو احنا هنتكشف. يبقى الراجل اللي هو المسؤول ده او اللي ماسك ده او الراجل ده يبقى معلش قدراته الفنيه ضعيفه ما تناسبش النادي الاهلي. فده هيضرك اولا واخيرا كمدرب لو اختياراتك ما كانتش سليمه. بالظبط. انا لازم ابقى انا اشطر واحد وانا احرص واحد ان انا اخد افضل عنصر موجود عشان كمان يساعدني في الشغل لما تيجي تشتغل. بتكملوا بعض يعني بتقعد بيحصل حوارات بينك وبين كابتن تامر حفني تاخد رايه وتقول له كابتن تامر ايه رايك فلان ولا فلان عندي قريبين قوي في المستوى يومية. انا محتار في اثنين لعيبه مين فيهم احسن مين فيهم اللي يكون في يعني في المكان ده يوميا ادي له الفرصه يوميا. وبعدين كابتن تامر في حاجه كويسه جدا بامانه الله يعني هو يجي مثلا يقول لك يا حسين والله بص انا وجهه نظري كذا 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 فانت بتقول له مثلا لا انا وجهه نظري كذا 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 كابتن تامر الديمقراطي بشكل يعني ربنا يحميه يعني فتيجي يقول لك ايه انا قلت لك وانت صاحب القرار. هو قالك رايه ومش بيفرض الراي ده عليك بيقول لك قرر دي فرقتك بالزبط. قرر بقى بالظبط. انت هو بيقول لك كده ليه؟ لان هو عارف ان انت اللي مع الولاد اكتر. انت اللي شغال مثلا كابتن تامر مدير الفني 2009 و8 و7 وقته وجهده موزع بيوزع على ثلاث فرق فهو ممكن يشوف لعيب في الدقيقه دي هو عمال يلف تقييمه مش هيبقى زي ما انت اللعيب انت اللي موجود ومغروس وشايف فانت بتقول له لا والله مش بيفرض عليك الرؤيه هو الاسبوع هو لا هو بيقول لك وجهه نظره انا كذا وفي حاجات بتيجي مثلا يجي يقول لك كذا خلاص خلاص هو شايف ان في قرار فني لانه مقتنع تماما بالظبط بالظبط. انت شرحت والله هو احنا الامر بص في الاول وفي الاخر بغض النظر هو مش فرض راي على حد يعني ولا انا بفرض راي عليه ولا هو بيفرض راي عليا ولا على مدرب تاني ولا الكلام ده كله. اللي في الاخر خالص احنا كل اللي احنا شغالينه ده ان كان هو او انا او كابتن فتحي او كابتن خالد او اي حد انت شغال لمين؟ لمصلحه النادي الاهلي. انت عايز احسن عنصر للنادي الاهلي ومتواجد في النادي الاهلي هيتحسب لمين؟ اكيد هيتحسب للاجهزه الفنيه والمدربين وللنادي. بالظبط. يعني هيتحسب لكل مدرب قال اللعيب ده انت بتشتغل كويس. انت عايز النادي الاهلي رقم واحد واخد بال حضرتك ازاي هتلاقي نفسك بتتعب وتشقى والكلام ده كله عشان بدليل
ان المدربين بيفتخروا بان كان عندي فلان في الناشئين وانا دربته النهارده بقى نجم هي سواء في الاهلي او في اي نادي اخر. هي دي بقى مكافاه المدرب بتاع الناشئين او البراعم، مكافاته انه يتقال في الاخر فلان اللي طلع لما هيطلع فلان ده هيقول اه والله ده انا كان بيمرني فلان وفلان وفلان وفلان، اللي علمني فلان وفلان وفلان. دي مكافاه المدرب لك خلاص ياكد خبرتك ان اختيارك الفني بالزبط. مميز او سليم بالظبط. شغلنا ما بيبقاش معلش ما بيبقاش في النور قوي زي الفريق الاول او الكلام ده كله. يعني معظم الشغل بيبقى بياخد وقت كبير جدا، على زي ما احنا بنتكلم كنا بنتكلم مثلا على راجل ربنا يديله الصحه كابتن بدر رجب وشغال بقاله 10 سنين مثلا دلوقتي في نادي الجزيره مثلا في الامارات والكلام ده كله. كابتن بدر رجب عدى عليه ناس كتيره جدا أكيد. ولما كان موجود في المكان دوت جاب افضل عناصر للنادي الاهلي، كلام رائع بعيدا عن كونه كان نجم كبير في النادي الاهلي او بالزبط. في منتخب مصر بالزبط. بنسمع عنه كمدرب في الناشئين مميز جدا بالزبط. ونتمنى له كل التوفيق، وحقيقي بسمع عنه كلام اكثر من رائع بالزبط. عن تجربته في الامارات بالظبط كده. فهي القصه كلها احنا شغلنا معلش في الناشئين وفي البراعم والكلام ده كله ما بيبقاش اللي هو يعني انت النهارده كويس او بكره كويس، لا انت بتاخد وقت كبير جدا على ما بيتقال ان فلان نتيجة ده نتيجه شغلك او مردود شغلك بالظبط. فلازم تبقى انت صبور برضه في القصه ان شاء الله موفقين كل عزيز. القائمين على امور قطاع الناشئين وفي مقدمتهم طبعا او بقياده كابتن فتحي مبروك والاكاديميات ومجهودكم جميعا كابتن حسين شكري وكابتن تامر حفني، كلكم طبعا اولاد النادي الاهلي وكلكم احنا عندنا ثقه بلا حدود في قدراتكم على تقديم افضل العناصر للمراحل العمريه المختلفه وصولا الى الفيستيم ان شاء الله. انا خليك انا بس معلش انا اسف انا عشان بس لازم كل واحد يعني تنسب الشغل. انا معايا برضو كابتن كريم عادل عبد الفتاح شغال معايا، شغالين احنا مع بعض يعني. ده شاب واعد، شاب ما شاء الله عليه بيحب النادي الاهلي وبيشتغل للنادي الاهلي وبيجتهد للنادي الاهلي، عشان بس ما ننسبش ان احنا كان شغلنا او طلعنا حاجه او عملنا حاجه كويسه السنه اللي فاتت. ان الراجل دوت برضو ساعدني بشكل كبير، كابتن برضو عبد السلام ساعدني في الجزء الاولاني برضو بشكل كبير. فالناس دي اشتغلت معانا واشتغلت مع الفرقه الحمد لله رب العالمين برضو ان احنا حققنا، محدش بينجح لوحده يعني. اكيد اكيد الله. بشكرك جدا على وجودك معانا كابتن حسين شكري لاعب النادي الاهلي السابق والمدير الفني للبراعم او لناشئي الاهلي مواليد 2009. بشكرك شكرا جزيلا لك، وان شاء الله تتكرر اللقاءات ونسعد بوجودك معانا على شاشه قناه الاهلي. شرف ليا، ربنا يعزك. شكرا جزيلا كابتن حسين. مشاهدينا بشكر حضراتكم على المتابعه. نهايه هذا الحوار وفقرات الحوار مستمره عبر شاشه قناه الاهلي ومن خلال الأهلي الليلة. بعد الفاصل زميلي العزيز خالد العوضي وضيفه النهاردة الكابتن أبو السعود إمام لاعب فريق الكرة الطائرة، واحد من النجوم المنضمين حديثا للنادي الأهلي قادما من نادي الزمالك. بشكر حضراتكم على المتابعة وبعد قليل زميلي العزيز الكابتن خالد العوضي. فاصل ونعود.